كانت بدأت مبادره عننا، مش احنا اللي عاملينها. هو واحد سنه صغير يعني، تقريبا كان اسمه عمر، انا مش فاكر قوي يعني، هو اللي كان كاتب المبادره دي، بدأها عننا. حسين إيمان، حسين إيمان، فاتبع يا شعب سبان، المسيرة دي جاية منين حضرتك؟ من التحرير. يعني انتوا كنتوا حضرتك جاي من التحرير ماشي؟ لا، ركبنا المترو ونزلنا سرا القبة ورحنا جايين على هنا. يعني انتوا جايين ماشي من سرا القبة لغاية هنا؟ ايوه. ألف شكرا لحضرتك. أي خدمة. شكرا. حضرتك جاي من سرا القبة اللي هنا ماشي؟ نعم. تمام. شكرا يا فندم. أنا جاي لك من الهرم يا مرسي، جاي لك من الهرم. من الهرم. بص. قول لي مين اللي خطف التحرير النهارده؟ العبد الفقير لله محمد عبد الله. تمام. ليه بقى مظهر شاهين كان عايز يخطب النهارده في التحرير؟ والله هو عرض في الفضائيات ساعه الجد، لقيناه خطف في مسجد عمر. تمام. قول لي، قلت للناس ايه النهارده في الخطبه؟ كلمتهم عن المواطنه وان الاسلام لا يميز بين مسلم ومسيحي او صاحب اي دين. الاسلام قائم على المواطنه. وقلت لهم ان الصراع صراع طبقي بين الفقراء والاغنياء، بين قوه العمل وراس المال، وليس بين المسيحيين والمسلمين. انت زعلان من مرسي او ليه كده؟ مين؟ ما بيعملش حاجه. ما عملش حاجه من ساعه ما مسك البلد. قول لي حضرتك ايه الحاجات الكتير اللي معاك دي؟ العسكري على دماغي، والبابا الشرنوده الله يهدي سروره، المسلم والمسيحي ايد واحده.